وكان يأتي الإمام صدقوني دون أن نوجهه إلى منبره وهو يعلم هذه الرسالة من خلال السادة المديرين، مجرد ندوة الناس تعرف الخطوط الحمراء التي لا يجوز الخروج عنها وتجاوزها. والحمد لله استطعنا أن نصل إلى ما يسمى ببناء مؤسسة الدولة، باشرناها معا وحاولنا أن نوصل البلد إلى بر الأمان، حيث كان تتنادى أصوات من هنا ومن هناك، خاصة من التي كانت تستغل بعد الدار وبعد القرار، لأن قرارهم ليس بأيديهم، وكانوا يمتثلون إلى أجندات أجنبية، كانوا يبحثون عن فضائل للتشويش والتشويه وزعزعة المجتمع وإثارة البلبلة. فاتتهم الفرصة، كانوا ينادون بوجوب الوصول إلى الفراغ، ونحن نكره الفراغ لأن الطبيعة أيضا تكره الفراغ. إذا لم نحن الذين روينا للناس ما كان يقوله الإمام الشافعي: نفسك إن لم تحدثها بالخير حدثتك بالشر، وهو إحدى الكلمات التي قال حفظتها عن ساداتنا الصوفية: الوقت كالسيف إن لم تقضاه قطعك. وقولهم أيضا: نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر.